اهلا بحضراتكم في الجزء الاخير من حلقه الاهلي الليله، وده الجزء الخاص بالكره العالميه. الكره العالميه بنتكلم في كل ما يخص الكره العالميه من اخبار وانتقالات. كمان احنا في شهر يناير، وبالتالي في بعض الانتقالات اللي هتتم وفي بعض التعاقدات. كلام كتير على ان المباراه فابريجاس مع تشيلسي هتبقى المباراه الاخيره قبل ما ينتقل الى موناكو في الدوري الفرنسي علشان يجاهد مع تييري أنري في سبيل وضع نادي موناكو في مكان يليق به بعد سلسله من الهزائم المتتاليه خلال الفتره الماضيه. طبعا لا صوت يعلو فوق صوت مباراة يوم الخميس ما بين مانشستر سيتي صاحب الأرض والجمهور أمام ليفربول، واللي انتهت المباراة 2-1 لصالح مانشستر سيتي، علشان بالنتيجة السلبية لليفربول يقدر يحافظ السيتيزنز على أملهم وطموحاتهم في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم. ممكن نلخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تحت جملة: فاز من يعني اللي كان عايز يكسب هو اللي كسب، واللي كان عايز يتعادل هو اللي خسر. فريق ليفربول ما بينش أي نوع من أنواع النية أو إنه يستاهل المكسب. كان بيلعب بشكل دفاعي وبيعتمد فقط على الهجمات المرتدة، ده أمر طبيعي، لكن أنت متصدر الدوري الإنجليزي وبالتالي كان لازم يكون ليك شكل هجومي أكتر من كده. كمان مانشستر سيتي دفع بكل الأوراق، كل الأوراق، ساني وستيرلينج وجويرو، هجوم ناري جدا، وواحد من أفضل لاعبي المباراة هو ساني الدولي الألماني السريع جدا جدا جدا. شفنا تألق كبير جدا للهجوم في ظل طبعا ضعف من دفاع ليفربول، وضعف من دفاع ليفربول يتمركز في لوفرن الدولي الكرواتي اللي كان نقطة ضعف قوية جدا لنادي ليفربول خلال المباراة، ويرجع تاني فارق النقاط يتقلص مع ليفربول. وكمان الغريب ان توتنهام هو صاحب المركز الثاني، كل الناس ناسياه، ما حدش بيتكلم على توتنهام خالص، كله بيتكلم على السيتي وبيتكلم على ليفربول، واحنا ناسيين ان توتنهام موجود في المركز الثاني علشان الترتيب يكون كان ناحيه ليفربول في المركز الاول، توتنهام في المركز الثاني، ومانشستر سيتي في المركز الثالث. الاسبوع ده خلاص راح من الدوري الانجليزي، هتكون كلها مباريات كاس. يوم الاثنين ان شاء الله هتكون مباراة وولفرهامبتون وليفربول في كاس الاتحاد الانجليزي، والثلاث والاربع هيكون في لقاءات ما قبل النهائي في كاس رابطة المحترفين للدوري الانجليزي كاراباو كاب. مباراة يوم الثلاث هتكون الساعة 10 بتوقيت القاهرة، توتنهام وتشيلسي على ملعب ويمبلي، ملعب توتنهام. ويوم الاربع الساعة 10 الا ربع مانشستر سيتي هيلعب على ملعب الاتحاد ضد فريق بورتون ألبيون، فريق من دوري الدرجة الثانية. لكن هيتم استكمال دوري الإنجليزي المباريات الممتعة اللي دايما بنستمتع بيها، وكنا مستمتعين خلال توقفات الدوريات الكبرى خلال الفترة الماضية بالدوري الإنجليزي. لكن اللقاءات اللي هتكون بكرة هي لقاءات فقط في الدوري الأسباني. بكرة إن شاء الله هيكون في الثلاث أندية الكبرى في إسبانيا، بداية من الساعة 5:15 مباراة قمة ما بين أشبيلية وأتلتيكو مدريد، وأيضا ريال مدريد الساعة 7:30 أمام ريال سوسيداد، وختاما ختافي هيلعب على ملعبه ضد فريق برشلونة الساعة 10:45. احنا بنتكلم في الأسبوع الحالي، حد إن شاء الله يوم السبت هيرجع تاني من جديد لقاءات الدوري الأسباني والدوري الإنجليزي، وكل اللقاءات القوية إن شاء الله هترجع من بداية من الأسبوع القادم. لكن واحنا اكيد بنتكلم على الدوريات وبنتكلم على ابرز النتائج، هنروح للاخبار سريعا، اخبار محترفين المصريين في الخارج علشان نتابع عملوا ايه في الفتره اللي فاتت وازاي بيستعدوا للفتره الشتويه وفتره الانتقالات. هل ممكن حد من نجومنا ينتقل من نادي الى اخر؟ ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. اول خبر هو ارتفاع قيمه محمود حسن تريزيجيه السوقيه الى 5.5 مليون يورو، وده من على موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في أسعار اللاعبين.
تريزيجيه تلقى عروض أخيرة من أندية خليجية زي اتحاد جدة والشباب السعودي، وأيضا أندية أوروبية زي لاتسيو وشتوتغارت الألماني وجالاتا سراي وفنربخشة وبشكتاش من تركيا والريان القطري. كل الأندية تطمح في الحصول على خدمات تريزيجيه، لكن طبعا في نادي هو الأهم اللي داخل حاليا في مفاوضات وهو نادي نابولي الإيطالي. تريزيجيه عنده 24 سنة، واحد من نجوم الدوري التركي، وزي ما قلت لحضراتكم المدير الفني للنادي قاسم باشا وصل رسالة لرئيس النادي قال له لو تريزيجيه مشي خلال الموسم الحالي ما تسألنيش عن أي بطولات، الكلام ده أنا مسؤول عنه 100%. بتواصل مع تريزيجيه، بطمن عليه من وقت إلى التاني، لكن اللاعب هو مركز معنا دي. طبعا المبلغ المطلوب مبلغ كبير جدا، بنتكلم في 10 مليون يورو بعد ما كان عنده شرط جزائي من شهرين في عقده ب 5 مليون يورو، لكن بيفقد الشرط الجزائي عشان كان ليه محدد بمدة معينة. وخلاص تريزيجيه حاليا بيفكر طبعا بنبارك له تاني على زفافه، خلاص بيركز مع فريقه، عاد إلى تركيا بعد قضاء شهر عسل سريع جدا وبيستعد لاستكمال الدوري التركي. جلاتا سراي يستعد لدفع 10 مليون يورو لضم تريزيجيه. زي ما قلت لحضراتكم ده أحد العروض المقدمة لمحمود حسن تريزيجيه من خلال نادي قاسم باشا التركي، لكن أنا بقول لحضراتكم بنتكلم بنسبة 70% تريزيجيه هيكون باقي مع نادي قاسم باشا الموسم الحالي. ممكن تريزيجيه يتفق مع نادي، ممكن تريزيجيه يتفق مع عرض من أحد العروض المقدمة لديه، لكن يكون بداية من الموسم المقبل علشان يكون عمل اللي عليه وزيادة، ونادي قاسم باشا ما يقدرش إن هو يتكلم معاه ولا يقول له تلت التلاتة كام. نروح لأحمد حجازي. أحمد حجازي خارج تشكيل ويست بروميتش لمواجهة ويجن بكاس الاتحاد الإنجليزي. ده كان على تويتر الخاص بنادي ويست بروميتش، قال أن أحمد حجازي مدافع منتخب مصر خارج التشكيلة الأساسية والاحتياطية للفريق مباراة اليوم، ودي المباراة الثالثة على التوالي اللي يغيب فيها أحمد حجازي عن المشاركة مع فريقه بعد ما غاب عن مباراتي شيفيلد وبلاك بيرن، وده بسبب الإصابة على كلام أو على عهدة تويتر الخاص بنادي ويست بروميتش. ورسميا روبينيو يزامل كريم حافظ في بشاكشهير. بشاكشهير نادي في تركيا، أحد الفرق المتواجدة في بطولة الدوري الممتاز. روبينيو بيزامل رسميا كريم حافظ، وبيعلن نادي اسطنبول بشاكشهير انه ضم روبينيو خلال الانتقالات الشتويه الحاليه. روبينيو واحد من المواهب العظيمه والكبيره جدا 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 اللي اكيد مهارته بتفرق مع اي نادي بيكون موجود فيه. اي نعم اطفى بالفكر او بالعقليه اللي موجوده عنده انه يسعى ورا المال عكس ما هو يسعى ورا النجوميه والشهره. تالق مع ريال مدريد وتالق في الدوري البرازيلي، لكن روبينيو اخيرا في الدوري التركي. وليفربول يطلب 180 مليون يورو لبيع محمد صلاح الى ريال مدريد. ده في الانتقالات الشتويه الحاليه ان ليفربول بيقال او بعض المصادر اكدت ان ريال مدريد طلبت الفرعون المصري ذا ايجيبشن كينج محمد صلاح بمبلغ 180 بان هم يتعاقدوا مع اللاعب المصري، لكن ليفربول طلب 180 مليون يورو. وليفربول اكيد قال ان محمد صلاح مش اقل من كوتينيو ولا اقل من نجوم كتيره جدا موجوده حاليا في اوروبا، هو ثالث افضل لاعب في العالم في استفتاء الفيفا، وايضا هو خامس لاعب افضل لاعب في العالم في استفتاء البالون دور او فرانس فوتبول، وايضا ثالث احسن لاعب في اوروبا على بعد استفتاء الاتحاد الاوروبي مع مودريتش ومع رونالدو. طيب قبل ما ننتقل للاخبار، يعني دييجو كوستا واحد من اللعيبه اللي دايما عامله مشاكل جوه الملعب وبره الملعب. جوه الملعب احنا عارفين مشاكله، لكن يا ترى ايه هي المشاكل اللي ممكن دييجو كوستا يعملها، وخاصه لو حد من عيلته وبالاخص اخوه. دييجو كوستا عنده مشكله دايما في الهزار، ان هزاره تقيل جدا ومحدش بيتقبله. محدش بيتقبله ليه؟ تعالوا نشوف ازاي دييجو كوستا بيهزر مع عيلته وبالاخص اخوه، ونرجع نكمل باقي الاخبار مع حضراتكم. يا
يعني زي ما حضراتكم شفتوا بيصحيه بطريقه فيها نوع من انواع الاخوه طبعا، وبيقول له اصحى يلا عشان ده بدل المنبه. فده هزار ديجو كوستا مع اخوه وبيصحيه بالشكل اللي حضراتكم شفتوه. طيب خيمس رودريجيز واحد من اللعيبه الموهوبه جدا جوه الملعب، لكن بره الملعب اكيد كل لاعب كره قدم بيكون ليه هوايات، والهوايات بتكون مختلفه. ممكن لاعب يلعب جولف، ممكن لاعب يلعب باسكت بول، ممكن لاعب يلعب فولي بول، بتكون هوايه. لكن ما اعتقدش ان ممكن حد يكون مميز في الهوايه اللي بيمارسها خارج الملعب زي جيمس رودريجيز. جيمس رودريجيز هوايته المفضله خارج الملعب غير كره القدم هي كوره، لكن مش كره قدم، هي كره سله. وبالتالي في احتفالات الكريسماس وفي اعياد راس السنه كان حريص جدا في حديقه المنزل عنده ان هو يمارس هوايته المفضله كره السله، وان هو يمارس الشوطه الرميه الثلاثيه اللي نجح فيها ثلاث مرات انه يسجلها. تعالوا نشوف جيمس رودريجيز بيعمل ايه ونرجع معاكم. ده كان ليبرون جيمس، قصدي جيمس رودريجيز لاعب نادي بايرن ميونخ. طبعا ليبرون جيمس واحد من نجوم واساطير كره السله الان بي اي وخاصه نادي ليكرز، لكن ده كان هوايه جيمس رودريجيز بره الملعب. وكويس جدا ان لاعب كره القدم يفصل دايما ما بين لعبه لكره القدم وبين هواياته علشان دايما يكون في فصل ويكون في نوع من انواع التغيير. نروح لبعض الاخبار سريعا. أرسنال يستقر على ضم دينيس سواريز لخلافة رامسي. أرن رامسي طبعا هيغادر نادي أرسنال، فأرسنال بيفكر على خليفة رامسي هتكون مين، فاستقر على دينيس سواريز لاعب برشلونة. والنادي الكتالوني طبعا أعلن عن 20 مليون جنيه استرليني، ده هتكون تمن طبعا دينيس سواريز علشان خاطر ينتقل الى نادي ارسنال. فهنشوف هل ارسنال فعلا هيخلص ولا هيفضل مكمل سيناريو التعاقدات الضعيفه بمبالغ زهيده جدا. يورجن كلوب يؤكد على اجراء تعديلات في تشكيل ليفربول امام ولفرهامبتون، ده في مباراه كاس الاتحاد الانجليزي اللي اتكلمنا عليه. طبعا بسبب ضغط مباريات ليفربول ممكن ما نشوفش نجوم كتيره جدا، بسبب ان فريق ليفربول عايز يركز في بطولتين مش اربع بطولات، وده عيب من عيوب البطوله الانجليزيه. في اربع بطولات، الدوري واثنين بطولتين كاس، واحده كاراباو كاب واحده كاس الاتحاد ودوري الابطال. انا اعتقد ان ليفربول هيهتم باول بطولتين او باول واخر بطوله، هي كاس او دوري الانجليزي ودوري الابطال، وبكده ممكن ما نشوفش نجوم كتيره جدا في اللقاء زي محمد صلاح وزي فان دايك وزي وزي وزي. لكن على ذكر بقى فان دايك وعلى ذكر ليفربول، زي ما محمد صلاح اللي قدام حضراتكم في الصوره، جماهير ليفربول عملت له اغنيه كلنا عارفينها طبعا، اغنيه محمد صلاح رانينج داون ذا وينج، واغنيه شهيره جدا وكلنا شفناها وتابعناها في مختلف السوشيال ميديا ومختلف المباريات اللي ليفربول بيلعب فيها سواء في ملعبه او بره ملعبه. فان دايك كمان واحد من الاعمده الاساسيه في ثبات دفاع ليفربول، واحد من يعني السواتر القويه جدا اللي صعب اي دفاع يخترقها. شفنا مباراه مانشستر سيتي اخترقوا لوفرين وما عرفوش يخترقوا فان دايك، فجمهور ليفربول لازم بيشكر فان دايك على مجهوده الرائع اللي انتقل ليهم من موسم كامل وبيأدي معاهم بشكل رائع جدا جدا جدا. ازاي بقى هيكافئوا وازاي هيشكروا فان دايك؟ ده اللي احنا هنشوفه من خلال اغنيه زي اللي عملوها لمحمد صلاح، لكن على طريقه جمهور ليفربول الخاصه. جودين ينهي اتفاقه مع انتر ميلان. جودين لاعب وكابتن منتخب اورجواي وايضا
لاعب اتلتيكو مدريد وكابتن اتلتيكو مدريد، خلاص عقده بينتهي وينهي اتفاقه مع انتر ميلان للعب ضمن صفوفه بدايه من الموسم المقبل، والكلام ده على مسؤوليه شبكه سكاي سبورت الايطاليه. وجودين واحد من اللعيبه الاوفياء اللي حققوا تاريخ مع نادي اتلتيكو مدريد ومع المدير الفني. هنا السؤال، هل برحيل جودين عن انتر ميلان ممكن نشوف المدير الفني دييغو سيميوني منتقل الى انتر ميلان بنهايه الموسم الحالي؟ ده اللي احنا هنعرفه. علشان كده الخبر ده ليه علاقه بالخبر اللي بعديه، ان سيميوني يخشى من فقدان لاعبيه في الميركاتو الشتوي. سيميوني معظم اللعيبه اللي موجودين بيتلقى عروض من كل حته في العالم، لعيبه مميزه، وقدر ان هو يصنع جيل عظيم جدا من لاعبي فريق اتلتيكو مدريد. معظم لاعبي فريق اتلتيكو عقودهم بتنتهي بنهايه الموسم الحالي، وبالتالي يحق ليهم التوقيع لاي نادي. طيب قبل ما نروح للخبر اللي جاي، دايما الكرة الخماسية كرة ممتعة، كرة دايما بيكون فيها امتاع لو اللعيبة المشاركين فيها لعيبة عندهم مهارة عالية جدا. لكن حضراتكم تخيلوا ان حارس المرمى لو عنده مهارة، حارس المرمى لو عنده الميزة اللي دايما كلنا بنستعين بيها في لعبات الفيديو جيمز، ان حارس المرمى يطلع بالكرة ويحاول ان هو يسجل. وبالتالي فعلا في احد مباريات كرة القدم الخماسي حارس المرمى كان ليه دور مهم جدا جدا جدا. ازاي كان ليه دور؟ تعالوا نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم. In questi momenti che bisogna dimostrare l'unione di intenti, il gruppo. Colaiani è entrato fresco, ci servono forze fresche. Attenzione, La Popolo! Claudio! La Popolo! Rete incredibile da parte del portiere bisogliese! Cost to cost! Incredibile! يعني ده كان حارس المرمى اللي حضراتكم شفتوه وتابعتوه اكيد طبعا، يعني كلنا بنلعب بلاي ستيشن وعارفين دور حارس المرمى بيبقى عامل ازاي. فالفيردي وتصريح مهم جدا عن يعني مستقبله الفتره اللي جايه، ازاي فالفيردي هيكون موجود ولا لا. احنا بنتكلم في ان اداره برشلونه لم تقدم عرضا مناسب او عرضا لفالفيردي لتمديد عقده، كان ماضي عقد سنتين الموسم الماضي والموسم الحالي هو اخر موسم، لكن فالفيردي رفض طبعا الكشف عن مستقبله مع برشلونه. لكن انا باكد لحضراتكم ان ما فيش عرض رسمي تم تقديمه او كلام حتى مع فالفيردي على مستقبله الفتره القادمه مع برشلونه. ايضا اتكلم على المنافسه على اللقب واكد ان فريق ريال مدريد موجود في دايره المنافسه. يعني برشلونه هنشوف هل ممكن يكون في كلام على التعاقد مع مدير فني جديد ولا هيأجله كل حاجه الى حين الوقوف على مستقبل فريق برشلونه سواء في دوري الابطال او في بطوله الدوري الاسباني وكمان المشاركه في بطوله الكاس الاسباني. طبعا ميسي بيبدا مع برشلونه بالعام الجديد بلقطه اكيد ماركه ليونيل ميسي، واحد من امهر واكثر اللعيبه الممتعه في العالم مع فريق برشلونه، بس بيبدا معانا كده بحاجه خفيفه، حاجه بس كده للجمهور علشان قبل ما يبدا بيها موسم 2019 يكون كله مستعد ويكون على اتم استعداد على انه هيشوف سنه قويه جدا جدا من ليونيل ميسي من خلال تدريبات نادي فريق برشلونه. طيب احنا بنتكلم على ميسي و يعني بدأ الموسم الحالي و 2019 بلقطة أعتقد أن هي مميزة هنتابعها مع حضراتكم ونرجع من برشلونة إلى ريال مدريد. لكن قبل ريال مدريد خبر أبو تريكة وجلبرتو يشاركان في مباراة نجوم أفريقيا ضد الجيل الذهبي للسنغال، والمباراة دي هتكون في العاصمة السنغالية داكار، واللي هيقام فيها حفل اختيار الأفضل في أفريقيا عام 2018، واللي مرشح فيها نجمنا المصري محمد صلاح للفوز بالجائزة الثانية على التوالي للعام الثاني على التوالي. وطبعا المباراة هيكون فيها نجوم مصر زي الكابتن محمد أبو تريكة وحازم إمام والأنجولي جيلبرتو لاعب النادي الأهلي السابق. هتكون مباراة استعراضية فيها صامويل إيتو ودروجبا وباتريك مبوما ونور الدين نايبت وانطوان بيل ومصطفى حجي ومايكل اسيان وكانو جورج وايا كانوتي. وطبعا هتكون المباراه دي زي ما قلت لحضراتكم قبل تسليم الجوائز الخاصه بها الافضل في افريقيا العام 2018. نروح لريال مدريد علشان جمهور ريال مدريد ما يزعلش مننا، يصدر بيانا بشان جارث بيل
ريال مدريد اصدر بيانا بشان الاصابه اللي تعرض لها جناحه الويلزي جاريث بيل خلال مباراه فريقه الاخيره ضد فياريال في الجوله 17 من عمر الدوري الممتاز واللي انتهت بتعادل الفريقين 2-2. كشفت التقارير الصحفيه الاسبانيه عن تاكد غياب نجم الويلز جاريث بيل لمده 15 يوم بعد الاصابه اللي تعرض ليها. طبعا 15 يوم اكيد طبعا فتره زمنيه كبيره جدا جدا، علشان بنتكلم فيها على الاقل 3 لقاءات في بطوله الدوري بتسع نقاط هيفرقوا في مشوار ريال مدريد في السعي وراء نادي برشلونه. لكن شفنا ميسي ازاي بيبدا عام 2019، وما ينفعش ما نجيبش سيره ريال مدريد. ريال مدريد في اول تدريبات 2019 احراز اهداف على اعلى مستوى، كله تالق، اسكو بيتالق، سيرجيو راموس بيتالق، مارسيلو بيتالق، كل النجوم بيتالقوا في 5 اهداف ممتعه جدا في التدريبات. يا سلام بقى لو التدريبات في مصر نبدا ناخدها على نفس الشكل الجمهور او السوشيال ميديا في اوروبا بيتعاملوا بيه مع التدريبات، علشان يتم اختيار مين هو افضل هدف. كمان انتوا اتفرجوا على الخمس اهداف وقولوا لنا هو مين افضل هدف من الخمس اهداف اللي سجلوهم لعيبه ريال مدريد من خلال التدريبات. طيب دي كانت 5 اهداف من تدريبات ريال مدريد، قولوا لنا مين بقى او كل واحد فيكم يختار مين الهدف الافضل ويبعت لنا على صفحه قناه النادي الاهلي على السوشيال ميديا. سولشاير المدير الفني الحالي لنادي مانشستر يونايتد تصريح في بعض الغرور، وممكن نقول بعد التصريح ده ممكن يكون في بعض القلق على مسيره مانشستر يونايتد، لكن الراجل لعب 4 لقاءات ب4 انتصارات. انا الشخص المناسب لتوقيع عقد دائم مع مانشستر يونايتد. سولشاير قال انه من الاهداف الموسم عقب تعيينه بشكل مؤقت خلفا للبرتغالي ان هو يمضي عقد دائم مع فريق مانشستر، وده بدل العقد المؤقت اللي بينتهي بنهايه الموسم الحالي. ممكن ناخده بنيه كويسه ان هو مش عاجبه العقد المؤقت، الا بعد ما تولى المسؤوليه لفت الانظار بشكل كبير جدا. وسولشاير واحد من الابناء نادي مانشستر، وكمان واحد من ولاد السير أليكس فيركسون، وأنا أعتقد أن سولشاير بينفذ نفس السياسة اللي كان بيتبعها السير أليكس فيركسون. لكن هنشوف هل سولشاير هيفضل مكمل مع اليونايتد في الشامبيونز ليج وفي الدوري بنفس المستوى، وكمان هيقدر يقنع إدارة اليونايتد بتغيير العقد اللي ما بينهم من عقد مؤقت إلى عقد دائم. رفع جوائز أمم أسيا 2019 ل 15 مليون دولار. خصص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مكافآت ضخمة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم الآسيوية اللي بتستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 5 يناير الجاري وحتى مطلع فبراير. ونسختها ال 17 بقت الجوائز المقدمة فيها 15 مليون دولار، والمبلغ الأضخم في تاريخ المسابقة. 5 مليون دولار لصاحب المركز الأول، الثاني 3 مليون دولار، أما الثالث والرابع كل واحد منهم هيحصل على مليون دولار، وكل منتخب هيشارك في البطولة هياخد 200 ألف دولار. من يعني من ضمن كده أحلامك إن أي فريق أنت بتشجعه بتقابل نجوم الفريق. نجوم الفريق لو هنتكلم على ريال مدريد هنتكلم على جاريث بيل، هنتكلم على كريم بنزيما، هنتكلم على رونالدو في الماضي، لو هنتكلم على برشلونه هنتكلم على سواريز، هنتكلم على ميسي، هنتكلم على كوتينيو. لكن تخيلوا بقى حضراتكم لو اللي بيحلم ده هو طفل صغير بيشوف النجوم دي كلها ودايما بيتابعهم ودايما صورهم موجوده في كل حته، سواء على تليفونه، سواء في أوضة نومه، سواء في أي إيفنت أو أي حتة هو بيكون متواجد فيها دايما النجوم دي بتكون موجودة معاه. لكن رد فعل الأطفال دايما بيكون في نوع من أنواع البراءة، إن طفل صغير يقابل النجوم اللي دايما بيتمنى وبيحلم إن هو بس يكون موجود في الملعب علشان يتفرج عليهم فيس تو فيس أو وجه لوجه، ده بيكون ليه رد فعل ومشاعر مختلفة تماما تماما، لدرجة إن هو ممكن يعمل تصرفات تصعب علينا كلنا. ودايما النجوم بيتقبلوها
بشكل فيه احترام وشكل فيه احترافيه، ودايما ده بيورينا قد ايه ان كره القدم هي مش مجرد لعبه. رد فعل مشجع شاف نجومه من لاعبي فريق برشلونه زي ميسي وسواريز عمل ايه او اتصرف ازاي او ايه المشاعر اللي الولد بينها للنجوم؟ تعالوا نشوف نرجع نكمل. على طبعا يعني قبل ما نروح لتوقيع عقود موريلو ونشوف ايه الفيديوهات اللي موجوده معانا تاني، تعالوا نروح لنكمل بيت الاخبار ان الفيفا يعتزم زياده الدعم المالي للاتحادات الوطنيه. خبر اكيد مهم جدا وخبر اكيد بيقول لنا ان الفيفا تحاول ان تطور لعبه كره القدم خلال الفتره المقبله، ان جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم اكد ان الفيفا بصدد الاعلان عن زياده الدعم المالي المقدم للاتحادات الوطنيه الاعضاء بالاتحاد بعد نجاح في تحقيق فائض كبير في الميزانيه. وانفانتينو قال طبعا ضعفنا الدعم المالي منذ السنه الاولى لتولي المسؤوليه من مليون دولار تقريبا في الاربع سنوات الى 5 مليون دولار في مده الدوره المقارنه من اربع سنوات بواقع مليون وربع مليون دولار لكل اتحاد وطني في العالم. تعالوا نروح ونشوف بقى فيديو في مهاره من نوع خاص ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي الوقت اللي موجود معانا. يعني ده كان يعني مش مهارة، هي دي حاجة إعجاز وصعبة جدا جدا. أعتقد أن أي لاعب كرة قدم عادي أن هو يعملها لازم يكون فيه تدريبات ولازم يكون فيه احتراف في المهارات اللي بنشوفها من خلال يعني بعض الفيديوهات اللي بنجيبها لحضراتكم. موريلو واحد من صفقات برشلونة الشتوية اللي تم الاستعانة بيها من نادي فالنسيا، لكن في يعني التوقيت اللي كان بيتم امضاء العقود ظهرت بنت موريلو علشان يعني تكون تشد انتباه كل المسؤولين ورئيس نادي برشلونه وموريلو وكل الصحف والاعلام يعني تتابع ظهور بنت موريلو اللي دايما بتكون موجود معاه. لكن في المؤتمر الصحفي او في وقت اعلان العقود ظهرت بشكل فيه نوع من انواع يعني البنت اللي خايفه على باباها، لكن كان التعامل معاها بشكل فيه يعني احترافيه وتعاملوا معاها كمان بنوع من انواع ذوق. تعالوا نشوف بنت موريلو عملت ايه في الوقت اللي كان بيتعاقد فيه في اهم لحظات حياته. هي كمان وقعت معاه على عقود انتقالها لنادي برشلونه الاسباني. وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقه الاهلي الليله، نشكر حضراتكم شكرا جزيلا، نشوفكم ان شاء الله بكره على الف مليون خير. تصبحوا على خير دايما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.